أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذه الليلة. هذه الليلة سنتحدث عن كرة القدم وعن رابطة كرة القدم ودوري الأحياء في منطقة جازان. صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالموافقة على تشكيل مجلس رابطة الأحياء في المملكة العربية السعودية. على ضوء ذلك اتخذت الرابطة عددا من القرارات، وبداية في النظام الأساسي لهذه الرابطة، وتوالت الأمور إلى أن تم تشكيل فروق أحياء في مناطق المملكة. منطقة جازان سيداتي سادتي التحقت بفروق الأحياء في المملكة العربية السعودية، وأنشئت لها رابطة فردية في منطقة جيزان. حول هذه الرابطة وحول أهدافها وحول الدوري والقرعة التي جرت الأسبوع الماضي نتحدث مع نائب رئيس اللجنة الفرعية لرابطة كرة الأحياء في منطقة جيزان الدكتور خالد لطيف. مرحبا أبو عبد الرحمن، أسعد الله مساءك ومساء جميع المشاهدين الكرام. سعيد جدا أكون معك أبو عبد الرحمن في هذا اللقاء، خصوصا أنك يا أبو عبد الرحمن كنت من اللبنات الأولى في تأسيس هذه الرابطة التي بفضل الله عز وجل وتوفيقه وصلت حاليا إلى الرابطة الأعلى على مستوى المملكة من حيث عدد الفرق. دكتور خالد، كيف استقطبتم هذا العدد الكبير؟ وصل كما سمعت وقرأت في القنوات والصحف والتواصل الاجتماعي، العدد وصل إلى 8000 ملتحق أو منتسب لهذه الرابطة. كيف وصلتم إلى هذا العدد الكبير؟ الحقيقة كل شيء بتوفيق الله عز وجل، كان توكلنا على الله عز وجل هو المفتاح الحقيقي للوصول لهذا العدد الكبير من الفرق. الحقيقة كل الشكر والثناء لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، هذا الرجل الذي كان له الفضل بعد الله عز وجل في تواجد هذا العدد الكبير. سموه أصدر خطاب أو قرار في جميع محافظات المنطقة على أن تكون الرابطة هي المسؤولة عن تنظيم فرق أو بطولات فرق الأحياء في منطقة جازان. الحقيقة هذا القرار كان له صدى كبير، أظهر لجميع الفرق أن هناك مسؤولية وأن هناك اهتمام من ولاة الأمر بتفعيل هذه الرابطة واعتبارها المرجع الرسمي لرياضة فرق الحواري بجازان. من هذا المبدأ واستنادا على هذا الدعم الكبير من سمو أمير المنطقة، والحقيقة دعم الأخ أبو عبد الرحمن الأستاذ حمد الدقدق ممثل الإمارة، هذه أعطت هيبة كبيرة للرابطة في انطلاقتها أو في بدايتها. بعد ذلك الحقيقة إدارة الرابطة بقيادة الأستاذ هادي وأمين الرابطة الأستاذ صادق هزازي وبقية الأعضاء الحقيقة بذلت جهود خرافية وكبيرة في البداية. كان أهم هذه البدايات الصعبة هي المواجهة القوية والشرسة من رؤساء الفرق، واعتقادهم في البداية بأن هذه الرابطة لن تخدم كرة القدم. الرابطة أو إدارة الرابطة الحقيقة قامت بزيارة جميع محافظات المنطقة حسب جدول معلن مسبق لجميع المحافظات، تم الجلوس مع محافظي المحافظات وتم الجلوس أيضا مع رؤساء الفرق الحقيقة الذين يعتبرون من أصحاب الفكر العالي والراقي في المنطقة، بعد تفهمهم لأهداف الرابطة الحقيقية والسامية والتي تهدف إليها حكومتنا الرشيدة. كان هناك اقتناع كبير جدا وبدأ الإقبال على الرابطة، وبفضل الله ثم بفضل سمو أمير المنطقة والرجال العاملين في الرابطة ورؤساء الفرق السند الحقيقي للرابطة، وصل هذا العدد الذي أعلن عنه الدكتور عبد اللطيف بخاري في حفل القرعة الأسبوع الماضي بأن جازان تحتل حاليا أكبر عدد من فرق الحواري على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة العربية السعودية. طبعا دكتور خالد أجريتم القرعة، وكان المحافظات الشمالية النصيب الأوفر في تسجيل الفرق لخوض مباريات كرة القدم في دوري رابطة كرة القدم في المنطقة. أيضا دكتور خالد، متى سيبدأ الدوري؟ وهل هناك البنية التحتية جاهزة لانطلاقة مثل هذا الدوري الذي تشهده المنطقة لأول مرة؟ السؤال الأخير أيضا، هل له تأثير على أندية المنطقة؟ هناك ما يشاع ويثار حول الرابطة
توجهاتها بأنها ستكون من ناحية سلبا على الأندية وعلى اللاعبين في الأندية كي يسجلوا فيها في هذه الرابطة. توضحون بعض النقاط التي تحدث عنها بعض في التواصل الاجتماعي أو مثار حول رابطة كرة القدم في المنطقة؟ الحقيقة ممثلي المحافظات الذين تم اختيارهم من قبل الإدارة الحقيقة كان لهم جهد جبار وكبير وبارز الحقيقة في استقطاب الفرق في محافظاتهم. أيضا لا أنسى أن أشيد بجهودهم الكبيرة في إنتاج حفل قرعة مميز وإبداعي كما حدث في الحقيقة. ممثلي المحافظات بذلوا جهود كبيرة لا يمكن تناسيها. أما ما يتحدث به البعض عن أن الرابطة سوف تدمر الأندية أو خلاف ذلك، الحقيقة هذه الرابطة لو كانت تهدف إلى هذا الشيء لما أقرها ولاة الأمر ولما تم اعتمادها من رعاية الشباب، وخصوصا أن هذه الرابطة معتمدة تحت مظلة الاتحاد السعودي. فلو كانت هناك أي مضرة للأندية لما تم اعتمادها من الاتحاد السعودي وإقرارها كرابطة رسمية ومطالبة جميع مكاتب رعاية الشباب ومطالبة جميع المحافظات والمناطق على اعتمادها كروابط رسمية تقام في هذه المحافظات. الحقيقة هناك مجموعة أو لدينا فعلا بعض الفرق في المنطقة لديها أعداد كبيرة من اللاعبين في الحواري من لاعبي الأندية في الحواري، وأنظمة الرابطة تنص على أن يكون هناك فقط 3 لاعبين داخل الملعب. بعض الفرق الحواري المعتمدة على لاعبي الأندية هي من تتضرر بهذا الشكل. نكرر لهذه الفرق أننا الحقيقة نقدر معاناتها نقدر، ولكن يجب عليهم التفكير أن هذه الرابطة تسمى رابطة فرق الحواري، أي أنها تعني في المقام الأول بفرق الحواري، وأن عليهم مساعدة الرابطة في النجاح، وذلك بالاعتماد على إنشاء جيل جديد على إعداد فرق جديدة بعيدا عن لاعبي الأندية، وذلك من أجل مستقبل أفضل لفرقهم. الآن دكتور ضمنتم القرعة، وأيضا حدثنا عن الملاعب، هل هي جاهزة؟ هل يعني الأسبوع القادم وجدتم أن الأرضية مناسبة لانطلاقة مثل هذا الدوري؟ الحقيقة البطولة تقام على 9 ملاعب، هناك في محافظة الدرب، محافظة بيش، تقام في محافظة صبية، في محافظة ضمد، في جازان، في أبو عريش، في العارضة، وأيضا في القطاع الجنوبي في صامتة. تقام حرصة إدارة الرابطة وعن طريق زيارات رسمية وزيارات شخصية لمعاينة هذه الملاعب قبل الاتفاق على إقامة المباريات عليها. لأول مرة على مستوى رابطة المملكة تقام جميع مباريات هذه البطولة على ملاعب مزروعة، جميع الملاعب 9 مزروعة وبأرضية ممتازة، وتم اختيار أفضل ملعب في كل محافظة وبموافقة الفرق على أن يكون هذا الملعب هو المستضيف لمباريات هذه البطولة. أيضا بعد ذلك سيتم تجميع أبطال المحافظات وإقامة التصفيات النهائية لعدد 32 فريق أيضا على أفضل هذه الملاعب، وعلى حرص تام من إدارة الرابطة على أن يكون هذا الملعب في منتصف المنطقة حتى يسهل للجميع الوصول عليه. ونأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك بإذن الله تشريف لحفل النهائي من قبل سمو أمير المنطقة لإعطاء نكهة خاصة وإضافة قوية جدا لهذه الرابطة. دكتور، أيضا نتحدث عن مدى تعاون الجهات الممثلة في الرابطة، هل هم مستعدين للتعاون معكم حول انطلاقة الدوري؟ الممثلين في إدارة الحكومية من الرابطة؟ الحقيقة احنا لدينا في إدارة الرابطة 5 جهات حكومية لها أعضاء متواجدين في مجلس إدارة الرابطة، وهذا يعطي إضافة قوية جدا للرابطة وإضفاء الصبغة الرسمية عليها. الحقيقة ليس إنكارا لجهود أو ليس مجاملة لجهود أبو عبد الرحمن، وجدنا دعم كبير جدا عن طريق إمارة منطقة جيزان، وذلك بتسهيلات من الأخ أبو عبد الرحمن الأستاذ حمد الدقدقي، وجدنا تسهيلات قوية جدا أيضا من أمانة منطقة جيزان ممثلة بالأمين العام ومساعد الأستاذ يحيى الحكمي. أيضا وجدنا مساعدة من الخدمة الاجتماعية الحقيقة عن طريق ممثل. أيضا وجدنا تعاون كبير من إدارة التربية والتعليم في جيزان عن طريق ممثليها وتسخير جميع إمكانياتها حسب ما أوصى به مدير عام التربية والتعليم في جيزان بتوفير جميع الإمكانيات وتوفير ما تملكه هذه التربية في سبيل التعاون مع رابطة فرق الأحياء. دكتور يحيى كنائب لرابطة فرق الأحياء، شكرا لكم على هذه الإيضاح، ونلتقي إن شاء الله بكم في ضيف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.